بعتقد نحن بحاجة اليوم لنربي جيل جديد للسينما إذا بدنا بالفعل نجيب الناس على الصلاة. والسينما هي من أنضج الفنون، هي التي تعمل على الصورة التي تبقى. لبنان بشكل خاص أنه السينمائيين ما بيعملوا أفلام إلا عن الحرب، هيدي شغلة كتير غلط. ما بيقبل روح من هون إلا ما يجوا، ما بيقبل، أنا رح ضلني هون إلا ما يجوا، ما بيقبل بقى، ما بيقبل. متحف كان هو ضحية موقعه، تحول لسكنة عسكرية تقريبا، وكان مركز للقناصي وللمحاربين ولغيره. أنا دائماً بقول لهم لتلاميذي بالجامعة أنه الفيلم الوثائقي هو أهم مدرسة لتبلشوا تشتغلوا سينما حقيقية. هون بيشوف المخرج إذا التركيبة اللي حس الممثل مناسبة للرؤية العامة للفيلم أوكي أو لا، إذا زابطة بيقول له إيه، إذا مش زابطة بيرجع بيصحح مسار التمثيل وغيره. الجمهور اليوم بلبنان بهمه شغلتين أو ثلاثة، بهمه أولاً يكون فيه تسلية، وثانياً بهمه يكون فيه ستار معين. نحن عندنا فكرة خاطئة عن السينما أنه كل فيلم سينمائي لازم يطلع تحفة من التحف، لا، في صناعة سينمائية لازم تنشيطها. هالصناعة السينمائية هي تنتج أفلام مميزة وتنتج أفلام عادية، وهذا شيء طبيعي مثل العالم كله.